الله وبركاته، معاك ميس نجلاء من مدرسة فيوتشر بايونيرز، وتعالى النهاردة ناخد حرف جديد من حروف اللغة العربية. يا ترى حرفنا اللي هناخده النهاردة هو ايه؟ حرف قوي ولا حرف رقيق؟ تعالوا نشوف مع بعض. حرف التاء. حرف التاء هيقول ايه؟ حرف التاء اسمي تاء، صوتي ت، صوتي ت. طيب شكل ايه؟ شرطة نازلة على السطح، ماشية ماشية ورافعة ايديها، عليها كام نقطة؟ نقطتين. طب تعالوا نشوف يا ترى هنسمع صوت التاء في اول الكلمة ولا في الوسط ولا في الاخر؟ انتوا هتقولولي عشان انتوا شاطرين. ت تاج، تتاج، سامعين صوت التاء؟ تي تي تين، ت ت، سامعين صوت التاء؟ تين. تو توت، تو ت، سمعت صوت التاء كم مرة؟ مرتين. توت. ت ت تمر، تمر، ت ت ت، سامعين؟ سامعين صوت التاء؟ تفاح، تفاح، توب توب توب، سامعين صوت التاء؟ بيت، بيت، سمعته في الأول ولا في الوسط ولا في الآخر؟ في الآخر، شاطرين. كي تا، كي تاب، كي تاب، يا ترى كي تاب التاء سمعتها فين؟ في الوسط، أحسنتم. احنا دلوقتي هنتعلم في كي جي 2 بناخد الحرف في اول الكلمه وفي الوسط وفي الاخر. طيب يا ترى من الحروف اللي بتحب اصحابها تمسك الحرف اللي قبلها ولا تمسك الحرف اللي بعدها؟ هتعالوا نشوف. طيب حرف التاء، قبل ما نتكلم عن اشكاله مش عايزين ننسى ان حرف التاء قلنا ان هو حرف ايه؟ حرف رقيق. جميل خالص. صوته قوي؟ طخ طخ طخ؟ لا، هو صوته رقيق، ت ت ت. ما ننساش لما نقول اي كلمه فيها تاء يبقى صوتها ايه؟ رقيق، عشان لما ناخد صاحبنا الحرف اللي صوته قوي وشبهها ما نتلخبطش. طيب التاء هنا يا اصحابي في اول كلمه بتبقى عامله ازاي؟ شرطه نازله على السطح، فارده ايديها، فارده ايديها، ايديها التانيه بنيمها علشان خاطر ايه؟ تمسك ايد اصحابها الحروف الكلمه عشان تعمل كلمه. طيب هنا حرف التاء فرد ايده، هيمسك حرف ايه؟ تاء، تاء، هيمسك المد بالالف، احسنتم. طيب بعد كده حرف ايه؟ جيم، تاج. خلي بالكم ان حرف الالف المد بالالف في وسط الكلمه مش بيمسك ايه؟ في الحرف اللي بعديه، عشان كده حرف الجيم وقف لوحده، وكده كده هو في اخر الكلمه بيعمل ايه؟ بيرجع لاصله. طيب حرف التاء بيعمل ايه؟ هيمسك الحرف اللي قبله وهيمسك الحرف اللي بعده، يعني هيفرد ايده الاثنين. طيب تعالوا نشوف في كلمة ايه. الله، كلمة كتاب، كتاب، يعني في صوت ايه؟ في صوت حرف الكاف في الاول، كي ت ت ت، صوت حرف التاء. الكاف هنا فردت ايديها عشان في اول الكلمة، هتمسك حرف ايه؟ حرف التاء. بعدين كي تا تا، سمع صوت ايه؟ المد بالالف. بعدين ب، كتاب، اتفقنا ان حرف الالف مش بيمسك الحرف اللي بعده، علشان كده حرف الباء وقف لوحده. طيب التاء هنا في اخر الكلمه علشان رفع ايديها الاثنين، احنا اتفقنا الحرف في اخر الكلمه بيعمل ايه؟ بيرجع لاصله. تعالوا نشوف زي كلمه بيت، الباء فردت ايديها، مسكت في حرف الياء، واتفقنا حرف الياء في وسط الكلمة أو في أول الكلمة شرطة نازلة وتحتيها إيه؟ نقطتين. وبعدين حرف التاء رافع إيده ومنساش عليه كام نقطة؟ نقطتين. طب دلوقتي إحنا عايزين نشوف كلمات الحرف اللي بالفتحة وبالكسرة والضمة، اتفقنا اللي هي اسمها إيه؟ الأصوات القصيرة، الأصوات القصيرة. يلا تيجي نركب القطر مع بعض ونروح نشوف الفتحة.
استنى يا قطر استنى، القطار هنا جايب لنا ايه؟ جايب لنا حروف كلمة تمر، كلمة تمر. طب هنا هناخد من القطر حرف حرف عشان نجمع الكلمة. طيب احنا هنجمع الكلمة زي ما هي كده، اتفقنا ان احنا هنخلي كل حرف ايه يمسك بالحرف اللي بعده. اول حاجة يا اصحابي ما ننساش احنا مؤدبين وشاطرين، نسمع الكلام هنعمل ايه؟ نكتب على السطر. التاء فردق بيها، ينفع ترفع ايديها التانية؟ لا، عشان هتمسك بالحرف اللي بعدها. طيب الميم هتنزل ايديها لتحت؟ لا، برضه هتفرد ايديها. وبعدين حرف الراء في اخر كلمة يرجع لأصله، يبقى كلمة ايه؟ تمر، تمر، ت ت تمر. تعالوا نشوف القطار جايب لنا صورة ايه وحرف ايه. الله، جايب لنا ايه؟ التاء عليها ضمة، يا ترى كلمة ايه؟ توت. احسنتم. يلا السطر بتاعنا اهو، نشوف بقى اول حرف هنختاره ايه؟ التاء اللي عليها ضمة وهتفرد ايديها، ما ننساش عليها كام نقطة؟ نقطتين. وبعدين حرف الواو، واتفقنا حرف الواو من الحروف اللي بتمسك ايد اصحابها؟ لا، الحرف اللي بيجي بعدها بيقف بعيد عنها. ده حرف ايه؟ التاء في اخر الكلمة هيرجع لاصله، يعني هيرفع ايده الاتنين. طيب كلمة ايه تاني؟ اهلا اهلا يا قطار، جايب لنا ايه؟ الكسرة. تعالوا نشوف سورة ايه؟ تين. سامعين؟ تين. حرف التاء يا اصحابي تحتيه كسرة، تي تي، جاي في الاول، يبقى احط ايه؟ افرد ايده. طيب سامعين؟ تي. ايه ده، هو ده ايه؟ عملت صوت طويل، خدت بالكم؟ ايوه، في صوت طويل، هو المد بالياء وهيفرد ايده. وبعدين حرف النون هيمسك في حرف الياء، وبعدين مش هيلاقي حد يمسك ايده، هيعمل ايه؟ هيرجع لاصله. تين، تين. عندنا بقى كلمة كتكوت، كتكوت. طيب يا ترى الحروف دي هنعملها ازاي؟ هو حرف الكاف وهو شكله كده، شرطة نازلة عصاية نازلة على السطر وفردة ليها ولها سنة وجواها كاف صغيرة، ينفع تكتبها في أول الكلام؟ اتفقنا إن الكاف في أول الكلمة وفي الوسط ليها شكل مختلف. شكلها ايه؟ بنزل الكاف الصغيرة اللي جواها دي وايه؟ ابتدي بيها الكلام، هتبقى شكلها كده، شرطة مايلة، شرطة دايرة، فردة ايديها. طيب كا كا، بعدين حرف التاء هيمسك ايديها وهي ايه؟ وهيفرد ايده. كت كت، التاء عليها ايه؟ سكون. كت، سامعين صوت التاء عليها سكون؟ كت، لازم انطقها مع الحرف اللي قبلها. كت كت. بعدين الكاف تاني عليها ضمة، كو كو، فيها مد بالايه؟ احسنتم، مد بالواو، كات كو. طب الواو هنا هتمسك في اللي بعدها؟ مش هتمسك، ادي حرف التاء هينزل في الاخر وهيرجع لاصله، هيرفع ايده الاثنين. هنا عندي التاء في اول الكلمه في وسط الكلمه فرد ايده، وهنا التاء في اخر الكلمه راجع لاصله، ما ننساش هنا التاء عليها ايه؟ حركه السكون. الأصوات الطويلة إحنا اتفقنا المد بالألف يحب الفتحة، هيبقى صوت التاء مع المد بالألف هتبقى إيه؟ تاء، هتبقى تاء، زي كلمة تاج، كلمة تاء تاء، طولت صوت التاء تاج. أحسنتم. طب المد بالواو، تاء عليها ضمة هتبقى تو، هتبقى تو، زي كلمة توت، كلمة توت. طبعا المد بالواو يحب الضمة. طيب المد بالياء قلنا ايه؟ التاء لازم تحب ايه؟ المد بالياء، التاء بالايه؟ لازم يكون على تحتيها كسرة، يبقى المد بالياء الحرف اللي قبله لازم يكون تحتيه كسرة، زي كلمة تين. سامعين صوت التاء بطوله ازاي بالكسرة؟ تين. احنا قلنا لما يكون تحتيه كسرة صوته تي، لكن لما اطول صوتها يبقى ايه؟ تين. احسنتم، تين. تاء فرد ايديها، ماسكه في ايدي الياء، المد بالياء، وبعدين حرف النون. طيب احنا دلوقتي هنحلل كلمه توت. القطر رجع فاضي وبيقول يلا
كل حرف هيروح بيته. تعالوا نشوف هنروح بيته ازاي. التاء في اول الكلمه فرد ايديها، لما ترجع لاصلها ها هتدخل بيتها تعمل ايه؟ ها احسنتم، هتفرد ايديها اللي ترفع ايديها الاثنين لفوق وعليها النقطتين. وحرف الواو هيرجع لاصله، وحرف التاء هيعمل ايه؟ هيرجع لاصله. باي باي يا كتار، خلي الحروف تروح بيتها. تعالوا نشوف الكلمه الثانيه، كلمه تاج. كلمه تاج هيجي برضو دلوقتي الكتار عشان يروح كل حرف بيته. ها التاء هترجع لاصلها، باي باي يا تاء، هترفع ايديها الاثنين لفوق وعليها النقطتين، والمد بالالف، باي باي. وبعدين ها حرف الجيم، اتفقنا؟ وبكده نكون خلصنا حرف التاء، واشوفكم ان شاء الله في حرف جديد، وانا عارفه ان انتوا شاطرين.